صحيح أن مدفن الحسين عليه السلام في كربلاء، إلا أن الحسين في قلب من والاه ونهضته في كل بقعة من بقاع الأرض. وصحيح أن دم الحسين عليه السلام أريق في بوغاء الغاضريات، إلا أن رسالته هي في كل مكان وزمان. فلا عذر لأحد في ترك الانخراط في نهضة الحسين قولا وفعلا وعملا وموقفا، لأن المطلوب ليس أن نبكيه فحسب، وإن كان للبكاء أجر عظيم، وكل عين يوم القيامة باكية إلا عين بكت من خشية الله وعين بكت لمصاب أبي عبد الله. لكن ليس هذا هو المطلوب فحسب، بل أيضا مطلوب أن نرفع راية الحسين ورسالة الحسين وسيف الحسين، وإلا ما قيمة أن نبكي عليه ولا ننصره وأن نلهج بذكره ولا نمد إليه أيدينا لنعينه في تحقيق أهدافه التي قتل من أجلها. إن الحسين عليه السلام يريد منا الفعل قبل القول، والموقف قبل العواطف. يريد منا أن ننخرط في قافلته، وقافلة الحسين مستمرة من يوم أن خرج من مدينة جده إلى اليوم وإلى غد وإلى أن يقوم الناس لرب العالمين.